بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل البيت الطيبين الأطهار والصحابة الكرام والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ورعايته إلى خاتمة كتاب شرح السلم المنورق لسيدنا ومولانا العلامة الشيخ حسن ابن درويش القويسني شيخ الأزهر الشريف سابقا، والنظم أو المدح للعلامة الإمام الأخضر الولي الصالح الصوفي العابد رضي الله تعالى عن الجميع ونفعنا بعلومهم في الدارين، آمين. قال رضي الله تعالى عنه: وخطأ البرهان حيث وجد في مادة أو صورة فالمبتدا في اللفظ كاشتراك أو جعل ذا تباين مثل الرديف مأخذا، وفي المعاني لالتباس الكاذبة بذات صدق فافهم المخاطبة، كمثل جعل العرض كالذات أو ناتج إحدى المقدمات، والحكم للجنس بحكم النوع، وجعل كالقطعي غير القطعي، يعني وجعل غير القطعي قطعيا، وجعل كالقطعي غير القطعي، والثاني كالخروج عن أشكاله وترك شرط النتج من إكماله. هذا تمام الغرض من المقصود، هذا تمام الغرض المقصود من أمهات المنطق المحمود، قد انتهى بحمد رب الفلق ما رمته من فن علم المنطق، نظمه العبد الذليل المفتقر لرحمة المولى العظيم المقتدر. الأخضري عابد الرحمن المرتجي من ربه المنان، مغفرة تحيط بالذنوب وتكشف الغطاء عن القلوب، وأن يثيبنا بجنة العلا فإنه أكرم من تفضلا، وكن أخي للمبتدي مسامحا وكل إصلاح الفساد ناصحا، وأصلح الفساد بالتأمل، وإن بديهة فلا تبدلي، إذ قيل كم مزيف صحيحا لأجل كون فهمه قبيحا، وقل لمن لم ينتصف لمقصدي العذر حق واجب للمبتدي، ولبني إحدى وعشرين سنة معذرة مقبولة مستحسنة، لا سيما في عاشر القرون ذي الجهل والفساد والفتون، وكان في أوائل المحرم تأليف هذا الرجز المنظم من سنة 41، من بعد 9 من المئين. ثم الصلاة والسلام سرمدا على رسول الله خير من هدى، وآله وصحبه الثقات السالكين سبل النجاة،
ما قطعت شمس النهار أبرجا وطلع البدر المنير في الدجى. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال المصنف وسجل رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومهما وبعلوم مشايخنا الدارين آمين. وخطأ البرهان حيث وجد في مادة الآن حيتكلم يتكلم عن خطأ البرهان. ما هو البرهان؟ ما ألف من مقدمات باليقينية تقترب. طب ما هي اليقينيات؟ ستة عارفينها؟ أولياتها مشاهدات، مجربات، متواترات، حسيات، محسوسات. يلا، يعني كيف يوجد الخطأ مع أنه برهان؟ والبرهان هو إيه؟ يقين، وليس إيه؟ وليس ظن، لأنه مركب من مقدمتين يقينيتين. لكن مع هذا، مع أنه البرهان يفيد الإيه؟ ماذا يفيد؟ يفيد اليقين. إذن فكيف يقع الخطأ؟ قال: الخطأ البرهان حيث وجد، يعني حيث وقع أو في أي مكان وجد، إما بسبب المادة أو به. إما الخطأ يكون من حيث مادة البرهان أو من حيث صورة البرهان. واضح؟ يبقى في خطأ على نوعين: خطأ يتعلق بالمادة، وخطأ يتعلق به بالصورة. وخطأ البرهان حيث وجد، أي في أي مكان وجد، فهو إما في مادة بتخفيف الدال للضرورة، وهي كل من مقدمتين، أو في صورة أي هيئة المقدمتين. فالمبتدأ أي الأول منهما وهو خطأ المادة إما في اللفظ. يعني كلمة وخطأ البرهان حيث وجد في مادة أو صورة، فالمبتدأ يعني فالأول، يعني عدل عن كلمة الأول لضرورة النظم، فقال المبتدأ، يعني الخطأ الذي نبدأ به. وهو خطأ المادة إما في اللفظ كاشتراك، مثل قولك هذا قرء، يعني الخطأ اللي هو يتعلق بالمادة له أسباب، منها اللفظ المشترك. إيه معنى المشترك؟ يعني لفظ واحد وله أكثر من معنى، يعني يستعمل في أكثر من معنى، هذا هو المشترك. يبقى إذن المشترك له إيه؟ لفظ واحد ومعناه متعدد. وطبعا المشترك إما يكون مشترك لفظي، وإما أن يكون مشترك إيه؟ معنوي. هو يتكلم هنا ويريد المشترك ليه؟ اللفظي. يعني مثلا تقول هذا قرء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء ده قال لك ده لفظ مشترك، يعني إما يكون معناه الطهر أو يكون معناه الحيض، هذا هو إيه؟ لفظ مشترك. فماذا تريد؟ هل تريد الطهر ولا تريد الحيض؟ ولذلك اختلف الفقهاء في العدة، يعني عند الحنفية بيفسر القرء بأنه حيض، يعني ثلاث حيضات وليس ثلاثة أطهار، ولذلك تختلف المدة. ثلاثة أطهار ممكن يكونوا شهرين أو 60 يوم، إنما ثلاثة حيضات هتزيد الإيه؟ المدة، لأن الطهر مدته أكبر من الإيه؟ من الحيض. يبقى لما يكون ثلاثة أطهار غير ثلاثة إيه؟ حيضات. فأنت تشير إلى شيء وتقول هذا قر وتريد الحيض،
ثم تقول وكل قرء يجوز الوقف فيه وتريد الطهر. يبقى إذن هذا قرء، أنا حفهم، أنا مذهب حنفي حفهم إنه قرء يعني حيض، وأنت تقول إيه، تكون نيتك شافعية، تقول إيه وكل إيه قرء يجوز الوضع فيه، فيفهم أنه يجوز الوضع فين في الحيض. يبقى إذن ما هو الخطأ، من أين أتى؟ لأننا جئنا بلفظ مشترك، لأنك قلت هذا قرء وتريد الحيض، فكان المفروض لا تعبر به عن الحيض خاصة في الاستدلال بكلمة القرء، ولكن أذكر كلمة الحيض صراحة حتى لا يحدث الالتباس بين المعاني. لما تقول هذه عين، لست أدري هل هي عين ماء ولا عين يعني نقد ولا ذهب ولا عين يعني جاسوس، من كلمة عين لها أكثر من أكثر من استعمال وأكثر من معنى. ولذلك أول سبب من أسباب الخطأ في المادة هو الاشتراك، يعني التعبير بلفظ مشترك، فتقول هذا قرء وتريد الحيض، وكل قرء يجوز الوضع فيه وتريد الطهر. فإذا الخطأ جاء منه؟ لأنه صحيح تكرر الحد الوسط اللي هو ما يربط الحدود ببعضها، ولكنه تكرر لفظا لكنه لم يتكرر في الحقيقة، لأنه معنى الأول غير معنى غير الثاني، واضح؟ يبقى إذن تأتي النتيجة كاذبة، هذا قرء وتريد الحيض وكل قرء يجوز الوضع فيه وتريد الطهر، فلم يتكرر الحد الوسط فكذبت النتيجة، فكأنه النتيجة تكون هذا يجوز الوضع فيه. يلا أو كجعلنا بالألف، قال المؤلف رحمه الله على لغة القصر في الأسماء الستة، أي معنى على لغة القصر؟ يعني أو جعل، المفروض ما يقول الذا مش كده، أو إطعام في يوم ذي في ذا وفي ذو وفي ذي، ده من الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة، يعني إما خمسة إما ستة. فهنا في لغة تاني في الأسماء الستة أو الأسماء الخمسة اللي هي تلزمها حالة واحدة، يعني جعل ذا مثلا جاء ذا كله بالرفع على الألف مباشرة، ما فيش يعني يجعلها يلزمها حالة واحدة في عبارة كانوا يقولوها زمان، إن أباها وأبا، المفروض وأبا أبيها، لا وأبا أباها، هذه لغة ولكن ليست هي اللغة المشهورة. طب إذا لم تكن هي اللغة المشهورة لماذا جاء بها؟ للضرورة. أو كجعل ذا تباين مع لفظ آخر مثل الرديف له مأخذا، أي من جهة المأخذ، كقولك هذا صائم. يعني شوف كده، أو جعل ذا تباين مثل الرديف مأخذا، إيه معنى جعل ذا تباين؟ إيه معنى التباين؟ التباين يعني التغاير. فمثلا اللفظ اللي هو مباين يعني مغاير، يجعله كالمترادف، عارف المترادفات؟ زي ما تقول جاء حضر أتى، هذا كله مترادف، يعني ألفاظ مترادفة متنوعة ولكنها تدل على على معنى واحد، ده الترادف. إنما الاشتراك
مش الفاظ متعدده، لفظ واحد يدل على معاني مختلفه، فتجعل اللفظ المباين الذي له تباين تجعله مثل الرديف، وهذه يستعملها الناس الذين لهم اغراض او يحبون لبس الامور، يعني يلبسون لما تلبسون الحق بالباطل، يعني لبس في الكلام، او يكون هو اصلا مش بيلبس، هو جاهل يعني لا يعرف ان هذا مباين ويظنه من الرديف، زي هذا صارم مشيرا الى سيف غير قاطع، وكل صارم سيف، شوف كده يقول في سيف معلق كده، عارف السيوف سيف زينة، في ناس بتحط السيف كده زينة في الحائط، فتقول هذا صارم، يعني ايه معنى صارم؟ ها؟ ما معنى صارم؟ قاطع. يلا. هذا صارم مشيرا الى سيف غير قاطع، وكل صارم سيف، فحقيقة السيف تباين حقيقة الصارم. شوف كده، السيف حتى ولو خشب مصنوع يبقى ده اسمه سيف، لكن هل كل سيف صارم؟ لا، إنما وهل كل صارم سيف؟ ما هو السكين قاطعة ولكنها ليست سيفا، فحقيقة السيف تباين حقيقة الصارم. ليه؟ لأن السيف ما كان على الهيئة المخصوصة قاطعا أو لا، أحيانا كان يضع لنا سيوف على على المنابر، نمسكها كده في الخطبة، يعني لا نشهر السيف في وجوه الناس إنما يتوكأ عليه، وهذا السيف عبارة عن خشبة شكلها شكل السيف، وليس سيفا يعني صارما نهدد به المصلين في المسجد فيقال عنا يعني ننشر الإرهاب، لا، يبقى السيف هو ما كان على الهيئة المخصوص، عارف شكل السيف إلا على هيئته يسمى سيف سواء قاطع أو لا، إذن فحقيقة السيف ليست هي حقيقة الصارم، أما الصارم هو السيف بقيد القطع، يعني لا نقول على السيف صارم إلا إذا كان قاطعا، فكانت النتيجة كاذبة لأنك أشرت وقلت هذا صارم، مش كده؟ وبعدين قلت وكل صارم سيف، إذن فهذا فهذا سيف، مش كده؟ فحقيقة السيف تباين حقيقة الصارم، لأن السيف ما كان على الهيئة المخصوصة قاطعا أو لا، والصارم هو السيف بقيد القطع، يعني لا يسمى السيف صارما إلا إذا كان قاطعا، فكانت النتيجة كاذبة لأن الصارم في الصغرى أريد به غير القاطع، فلم يصح حمل السيف عليه في الكبرى، بل هو محمول على الصارم الذي هو القاطع من جنس السيف، فلم يتكرر الحد الوسط. خلاص كده؟ يلا، لسه هو بيشرح لنا سبب الخطأ في في المادة، يبقى أول حاجة الاشتراك، نمرة 2 جعل المتباين مثل الرديف. وفي المعاني التباس الكاذبة بذات صدق فافهم المخاطبة. يعني ممكن يقع أيضا من حيث المعنى اللي هو الخطأ في المادة. ليه؟ بسبب اللبس، التباس الكاذبة بذات صدق. يعني تكون المقابلة
المقدمة كاذبة، ولكنها التبست عليك لأنها أشبهت الصادقة. خلاص؟ فافهم ليه المخاطبة، هذا تكملة ليه للبيت، يعني كملة. يلا. كمثل جعل العرض كالذات أو ناتج إحدى المقدمات. جاب أمثلة هنا، عندما يلتبس المقدمة أو تلتبس المقدمة الكاذبة بالصادقة، بذات صدق يعني بالصادقة، في مقدمة أو مقدمة مقدمتين كاذبتين، فالتبست عندك بصادقتين، أو واحدة كاذبة والأخرى صادقة، فحصل التباس. متى يحدث الالتباس في المعاني؟ كمثل جعل العرضي كالذاتي. خلاص كده؟ تقول جعل العرضي بإسكان الياء للضرورة، كمثل جعل العرضي كالذاتي، كقولنا الجالس في السفينة متحرك، أو بلاش السفينة، الجالس في السيارة متحرك. أنت واحد جالس في السيارة، هل الجالس ده متحرك ولا ساكن؟ الجالس جالس، ما هو كيف يكون متحركا وإلا لكان ماشيا، لكن المتحرك هو السيارة، أنت جالس والسيارة متحركة، فبيعتبرك متحرك بحركة السيارة، فيقول الجالس في السفينة أو الجالس في السيارة متحرك. صحيح هو متحرك، لكن الحركة عرضية وليس ذاتية، فالمتحرك الذاتي هو هو السيارة. فحصل الالتباس لأنك جعلت الحركة اللي هي عارضة أو الحركة اللي هي تابعة كالحركة المستقلة، يعني جعلت كأنه الجالس متحرك، الجالس في السيارة متحرك، طب والسيارة متحركة، يبقى هو والسيارة يتحركان. طب هل هو الذي يقود السيارة ولا السيارة التي تقود؟ إذا كان الاثنين في حركة، يبقى إذن الجلوس الجالس في السيارة ليس متحركا إلا حركة عرضية وليست وليس الذاتية، فهو متحرك لأن السيارة التي لأنه جالس في متحرك، والجالس في المتحرك متحرك، ولكن ليس بنفسه، وإنما حركة اسمه عرضي، فيجعل العرض ده مثل الذاتي، يعني زي كالإنسان اللي هو بيتحرك بنفسه. واضح كده؟ فيحدث الالتباس، يعني مثلا الجالس في السفينة متحرك، ما هو المتحرك؟ وكل متحرك لا يثبت في مكان واحد، يبقى معنى كده الجالس في السفينة أو في السيارة لا يثبت في مكان واحد لأنه متحرك، لأنه لو كان ساكنا في مكانه يبقى لا يكون متحرك، وإذا كان متحرك يعني ينتقل من مكان إلى مكان، لأن هذا هو معنى الحركة. فحتأتي النتيجة كاذبة، وهو أن أن الجالس في السفينة متحرك وكل متحرك لا يثبت في مكان، إيه النتيجة؟ الجالس في السفينة لا يثبت في مكان، وهذا غير صحيح، لأنه أنا لي في السفينة سرير أو كابينة، أو في السيارة لي مقعد، فكيف أكون لا أثبت في مكان يعني، أو في الطائرة مثلا ماذا أصنع؟ أجلس في الأماكن كلها، كل دقيقة أنتقل إلى مكان آخر؟ لا. فكيف حدث الخطأ؟ لأنك جعلت الحركة التي هي ليست ذاتية لعرضية زي الحركة الذاتية. يلا. فإحدى المقدمتين كاذبة، إن أريد بالمتحرك فين؟ بيقول لك إحدى المقدمتين كاذبة، اللي هي الصغرى والكبرى، أول إلى الأولى اللي هي الصغرى، الجالس في السيارة أول حاجة، هذا هو الخطأ. بس متى يكون صواب؟ لو قلت الجالس في السفينة أو في السيارة متحرك عرضا كده يبقى صح،
إنما لما سبتها وخلتها مثل الذات حدث ليه الخطأ. فإحدى المقدمتين كاذبة إن أريد بالمتحرك فيها معنى واحد، وإن أريد بالمتحرك في الأولى المتحرك بالعرض، وفي الثانية المتحرك بالذات كانتا صادقتين، لكن لم يوجد تكرر فلم تصدق النتيجة. أو كجعل نافج إحدى المقدمات، أي جعل النتيجة عين إحدى المقدمتين. برضو ده من ضمن لسه ما زلنا في الخطأ خطأ المادة. وقلنا أول حاجة اللي هو الاشتراك، بعد كده جعل المتباين زي الرديف، ثلاثة التباس المعاني، جعل ذات الكاذبة مثل الصادقة، زي جعل العرض كالذات، أو جعل ناتج إحدى المقدمات. يعني إيه جعل الناتج؟ يعني يجعل النتيجة هي عين إحدى المقدمتين. خد بالك هنا، طالما يعني مثلا عندنا مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، فيجعل النتيجة عين واحدة منهما. يعني تقول هذه نقلة، شوف كده، وكل نقلة حركة، فهذه حركة. خد بالك، هذه نقلة وكل نقلة حركة فهذه حركة، فالنتيجة اللي هي هذه حركة هي عين الصغرى. ليه؟ لأن الحركة مرادفة للنقلة. لما تقول هذه نقلة وكل نقلة حركة، لما الحركة هي النقلة، يبقى في هذه الحالة ستكون النتيجة هي واحدة من المقدمتين. يبقى كده هذا خطأ بسبب المادة. ليه؟ لأنك جعلت النتيجة إحدى إحدى المقدمتين. كل ما في الأمر أبدلت لفظ مكان لفظ آخر. هذه نقلة، طب ما هي الحركة؟ هي النقلة. ما هي النقلة؟ هي الحركة. فكأنك قلت هذه حركة وكل حركة حركة، كأنك قلت كده. هل ينفع هذا الكلام؟ تقول لي هذا شيء وكل شيء شيء، فهذا شيء، بس كل ما في الأمر أبدلت الألفاظ. ما هو مش هيجيبها كده يعني مباشرة، لازم يغير الألفاظ، لكن طالما مرادف، يعني لو جئت بكلمتين، واحدة في المقدمة الأولى وأخرى في الثانية، اللفظ مختلف لكن المعنى واحد، يبقى هذا هو عين عين النتيجه. خلاص كده، زي ما تقول مثلا هذا اخي كده، وكل اخ لي فهو ابن ابي، فهذا ابن ابي، لما هو ابن ابي هو اخي. خلاص فهمت كده. بعدين والحكم للجنس بحكم النوع، وجعلك القطعي غير القطعي. دول شيئين مش شيء واحد. كده هنخلص الخطأ في المادة. بقي أمران: أن نحكم للجنس بحكم النوع، أو العكس، نحكم للنوع بحكم الجنس. يعني في جنس وفي وفي نوع. يقول لك مثلا هذا معدن، مش كده؟ المعدن ده جنس، مش كده؟ وكل معدن حديد. يبقى في الحالة دي حكمنا، جعلنا الجنس اللي هو المعدن ادنا له حكم واحد اللي هو حكم الحديد، مع أن الحديد نوع من أنواعه. يعني من الخطأ في المعنى الحكم للجنس، يعني نحكم على الجنس بحكم النوع. شوف كده، كل فرس حيوان، كل فرس حيوان، صح كده؟ فرس ده نوع ولا جنس؟ فرس نوع. طب الحيوان جنس. طب وكل حيوان ناطق، فكل فرس ناطق. لما قلنا الخطأ هنا جاء منين يا شيخ محمد؟ في المقدمة الصغرى ولا في الكبرى؟
في الكبرى لا الصغرى صحيحة، كل فرس حيوان ده صح، إنما كل حيوان ناطق يبقى ماذا حصل؟ حكمنا على الجنس اللي هو الحيوان بحكم النوع اللي هو الإنسان، هي كل إنسان ناطق مش كل حيوان. فإحنا ادينا إيه حكم النوع أعطيناه لمين؟ للجنس، فحدث الخطأ. يبقى هيجي إيه النتيجة؟ كل فرس ناطق. لماذا حدث هذا الخطأ؟ بسبب أننا حكمنا على الجنس بحكم نوعه اللي هو الإنسان، ده وهو كذب. ويسمى مثله إيهام العكس، لأنه لما رأى أن كل ناطق صحيح، لو عكستها شوف كده ما ينفعش تقول كل حيوان ناطق، إنما ينفع تقول كل ناطق حيوان، فهذا يسمى إيهام، لأنه لما كان العكس صحيحا فهمنا أن إيه الأصل صحيح وهذا خبر. توهم أو توهم أن كل حيوان ناطق، طالما كل ناطق حيوان يبقى كل حيوان ناطق، ينفع؟ لا. وليس كذلك فجاء الخطأ. ومن الخطأ في المعاني جعلك القطعي غير القطعي، يعني مثلا حاجة في إيه عندنا، خلي بالك، في حاجة قطعية في حاجة ظنية، فنيجي إحنا مثلا في الأمور الظنيات نخليها نجعل حكمها حكم القطعيات، وهذا خطأ يرتكبه إيه السلفية أو الوهابية، فيجعلون الأمور الفرعيات يعني ممكن يحكمون أو يكفرون من أجل الفروع، يعني التكفير له قاعدة وهي إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، فهم يسحبون هذا الحكم على الفروع لا على الأصول، فيجعلون الفروع كالأصول فيحكمون عليها بحكم الأصل، أو يجعلون الظنيات كالقطعيات فيجعلون منكر الظني كمنكر القطعي فيحكمون بكفره، ولذلك تجدهم يكفرون الناس من أجل أمور ظنية وليس أمور قطعية. ومن هنا في هذا الدرس الأخير تظهر لنا فائدة المنطق، يعني لما نجعل الأمور الظنية نجعل لها حكم الإيه، يعني مثلا واحد أنكر حديث أحد، هل مثل إنكار المتواتر؟ لا، فيجعلون هذا مثل هذا، لا هذا غير إيه غير صواب وغير صحيح، جعلوا كالقطعي، تمام كده، كالقطعي يعني هو ليس قطعيا ولكنه يجعله كالقطعي وهو غير قطعي، جعله كالقطعي غير القطعي، يعني فيها تقديم وتأخير، يعني جعل غير القطعي قطعيا بالجر بإضافة جعل، يعني عارف لماذا جرت غيري، يعني أصل الكلام عشان فيها تقديم، جعل غير القطعي كالقطعي، فكلمة غير مضاف إليه، والمضاف هو كلمة جعل، فصل بينهما كلمة كالقطعي، ومن هنا نعلم أنه يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه للضرورة، لضرورة الشعر، حتى الإمام الشاطبي ذكر فيها فائدة في قراءة ابن عامر، وكذلك اقرأ كذا ابن عامر الدمشقي الشامي، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، وفي مصحف الشامين بالياء مثلا. يبقى هنا في مضاف ومضاف إليه فصل بينهما بالمفعول، وكذلك زين لكثير من المشركين، أصل الكلام قتل شركائهم أولادهم، فهنا طبعا الأخفش طبعا وكبار النحاة يعني ما عجبهمش، أو في من أهل اللغة من إيه أنكر على أنها قراءة متواترة صحيحة، لأنه ما حجتهم؟ حجتهم إيه؟
من الأنكر القراءة الزمخشري. الزمخشري هو إمام في اللغة. فالشاطبي لم يتركه. الشاطبي كان متمكنا وكان عالما قويا. فراح جاب من 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 شواهد اللغة العربية ما يفيد الفصل بين المضافين. فقال: ومفعوله بين المضافين فاصل، كلله در اليوم من لامها. هي أصله فصل هنا بالظرف، ولم يلف غير الظرف في الشعر فيصلا. يعني دائما كانوا يفصلون لضرورة الشعر بالظرف، كلله در اليوم، در من لامها اليوم، ففصل بين المضافين بكلمة اليوم. قال: ومع رسمه، يعني هو مرسوم كده لأنه المصاحف خمسة مرسومة، هي في كل المصاحف بالواو، شركاؤهم بالواو، إلا في مصحف الشام مرسومة بالياء. قال: وفي مصحف الشامين بالياء مثلا. وبعدين قال: ومع رسمه زج القلوص أبي مزادة لخفش النحوي أنشد مجملا. زج أبي مزادة القلوصة، زج يزج زجا. ففصل بين المصدر المضاف وبين المضاف إليه بإيه؟ بالمفعول. إذن فهو جائز. خلاص. فذكرنا الشيخ الأخضري بالفصل بين المضاف والمضاف إليه بكلمة القطع، ذكرنا بهذه القراءة الصحيحة المتواترة، ولا يقرأ بها إلا الإمام ابن عامر. جميع القراء يقروا كذا. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء، زي ما مرسومة في المصحف، زي ما هي موجودة في المصحف، إلا ابن عامر يقرأ هكذا. زين بالبناء لما لم يسمى، زين لكثير قتله بالرافع عشان بقيت ايه نائب فاعل. وبعدين يقول ايه قتلوا أولادهم بالنصب شركائهم بالجر، وخلاص. وبعد كده الآية كما هي، فيش خلاف بعد. بالجر بإضافة جعل، وفصل بين المتضايفين بالجر والمجرور الذي هو مفعول ثاني بالمصدر، أي وجعل غير قطعي مثل القطعي. شوف كده، حاجة غير قطعية، تمام كده، يجعلها مثل القطعي. زي هذا ميت، هذا ميت، وكل ميت جماد، خلاص كده. أو تقول كده هذا ميت بتخفيف الياء، ميت أو ميت، حذفت منه الياء تخفيفا. هو خطأ الصورة، لا الثاني هو خطأ الصورة. لسه هنروح في لسه هندخل على لسه احنا في ايه، في انه جعل غير القطعي مثل الايه، مثل القطعي. خلاص كده، تقول هذا ايه ميت، خلاص، وكل ميت جماد. فين الخطأ يا شيخ محمد؟ ايوه، لانه هل كل ميت جماد؟ لا، لأنه الجماد غير الايه، غير الميت. الميت ليس جمادا، لما يكون حيوان مثلا. والثاني كالخروج عن اشكال. والان خلصنا ايه دلوقتي خطأ المادة، يعني يا اما كم حاجة عدهم كده بسرعة عشان تنسومش. اول شيء اشتراك، اثنين جعل المتباين، طيب نمرة ثلاثة التباس الصادقة بالكاذبة كجعل العرض مثل الذات، أو جعل أن واحدة من المقدمات هي النتيجة، أو النتيجة هي إحدى المقدمات، أو نحكم على الجنس بحكم النوع، أو نجعل غير القطع مثل القطع، يعني نجعل الظني أو ما ليس مقطوعا به كما هو إيه
مقطوع به. كده انتهى ايه الكلام في خطأ ايه المادة. الثاني اللي هو خطأ الصورة، يعني المادة صحيحة، المادة اللي ايه ركبت منها القالب اللي هو فيه المعاني، أما الصورة اللي هي الأشكال، الأشكال يعني ما يتعلق بالشكل. والثاني كالخروج عن أشكاله وترك شرط النتج من إكماله، يعني الخطأ بسبب الصورة له سببان، الخطأ في الصورة له إيه؟ السبب الأول هو أن تخرج عن أحد الأشكال الأربعة، والسبب الثاني هو أن تترك شرطا من شروط الإنتاج، يعني كل شكل معروف، يعني الشكل الأول هو أن يكون الحد الوسط محمول في الصغرى موضوع في الإيه؟ وله شروط في الإنتاج اللي هي إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. طب والشكل الثاني أن يكون الحد الوسط محمولا في المقدمتين وله إيه؟ شروط. ما هي شروط إنتاج الشكل الثاني؟ اختلاف الإيه؟ الكيف مع إيه؟ مع إيجاب إيه؟ الصغرى. طيب يعني لو تركنا شرط الإنتاج هنا حيبقى خطأ في الصورة، أو خرجنا عن الأشكال، الشكل الثالث موضوع فيهما إيه شرط الإنتاج؟ مع كلية إحداهما، خلاص؟ طيب الشكل الرابع عكس الأول، خلاص؟ وله إيه؟ شروط ألا تجتمع عليه الخصتان إلا في صورة واحدة، وسبق شرح هذا في الدروس الماضية. نعم. والثاني حذفت منه الياء تخفيفا وهو خطأ الصورة. أصلها والثاني، فتقولها كده والثاني كسرة من غير ياء. وهو خطأ الصورة أي هيئة المقدمتين كالخروج عن أشكاله أي أشكال القياس الأربعة. يعني مثلا شوف كده، اسمع، شوف الشكل ده، شوف المقدمتين ده، حسألك سؤال من أي شكل هما؟ لا تعرف. كل إنسان حيوان وكل فرس جسم، هذا ليس من الشكل الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، خرج عن الأشكال كلها. ليه؟ لأنه الحد الوسط في الأول يكون موضوع محمول في الصغرى وموضوع فين؟ في الكبرى، والثاني محمول فيهما، والثالث موضوع فيهما، والرابع عكس الأول. هنا ما فيش حد وسط، كل إنسان حيوان، لأنه الحد الوسط لازم يتكرر، وكل حيوان وكل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، يبقى النتيجة كل إنسان جسم، إنما هنا لا يوجد إيه حد وسط. فإذا لم يوجد حد وسط يبقى معناه خرج عن الأشكال الأربعة كلها، فهذا يسمى خطأ فيها، خطأ في الصورة أو في الهيئة لعدم تكرر الوسط فيهما. والقياس الاقتراني ما سمي اقترانيا إلا لارتباط أو اقتران الحدود ببعضها، وهنا لا يوجد اقتران للحدود. وكترك شرط النتج، يعني شرط الإنتاج الذي هو من إكماله، أي إكمال خطأ الصورة، مثل كون الصغرى في الشكل الأول، احنا قلنا الشكل الأول له إيه شروط إنتاج أن تكون الصغرى إيه موجبة، فلو مثلا جعلناها سالبة أو جعلنا الكبرى لازم تكون إيه كلية، فجعلناها جزئية، يبقى في هذه الحالة هذا خطأ في البرهان سببه إيه الصورة، نحو لا شيء من الإنسان بفرس وكل فرس جسم، أو كل إنسان حيوان وبعض الحيوان صاهل، فهذا بسبب إيه؟ مع أنه الحد في حد وسط، ولكنه إيه؟ سبب الخطأ ترك شروط الإنتاج سواء في المثال الأول أو في المثال الثاني. يبقى إذن خطأ البرهان، نقول تاني نلخص، أنا أعمل لك في الآخر تحت هنا جدول يلخص لك خطأ البرهان، إما في المادة
يا إما في الصورة. الخطأ في المادة إما يكون من جهة اللفظ أو من جهة المعنى. من جهة اللفظ الاشتراك اللفظي وإيه وجعل المباينة كالمرادفة، والخطأ من جهة المعنى جعل العرض كالذات أو جعل الذهن كالخارجي أو جعل النتيجة إحدى المقدمتين. يعني مثلا أنت بتفكر في حاجة في ذهنك فبتقول إيه هذا شيء محمود، شيء في الذهن، ثم تشير إلى شيء في الخارج، وكل محمود يجب مثلا إيه إكرامه أو يجب مثلا فعله، فتقول هذا يجب فعله وهو أمر ذهني، فتجعل الأمور الذهنية يعني المقدرة ذهنا كالحاصلة فعلا. وده بيحصل أخطاء كثيرة بسبب هذا. يعني مثلا أنا قدرت غدا إن شاء الله، كما قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. فواحد قدر إنه غدا إيه سيشتري مثلا دولاب ويضعه أمام البيت، والبيت إيه أو في داخل البيت، والبيت مشترك بينه وبين أخيه. فلما قال لأخيه سأشتري دولابا أو وصف له الدولاب أو السرير وسأضعه في هذا المكان، حدثت منازعة وربما تؤدي إلى أن يعني يؤذي أحدهما الآخر. طب لماذا ضربت أخاك أو شتمته؟ يقول لأنه يريد أن يضع الدولاب في هذا المكان أو السرير وأنا لا أريد. أقول له أين الدولاب؟ فيقول في الذهن وليس ليس موجودا في الإيه في الخارج. فجعل الأمر الذهني كالأمر الإيه الموجود. هذا خطأ لأنه هذا أمر في الذهن. خلاص يلا كده يا شيخ، عندنا هنا خطأ من جهة اللفظ وخطأ من جهة الإيه المعنى. خلاص، والمعنى له صور كثيرة، جعل غير القطعي مثل القطعي، أو جعل العرضي مثل الذاتي، أو جعل النتيجة إحدى المقدمتين، أو الحكم على المطلق بحكم المقيد، أو على الجنس بحكم النوع. خلاص، يعني في مثلا إيه في القرآن حكم مطلق وفي حكم مقيد، فلا تجعل المطلق مثل الإيه مثل المقيد. يعني مثلا في آية إيه فتحرير رقبة ولم يقل إيه مؤمنة، وفي آيات أخرى فتحرير رقبة مؤمنة، أو مثلا في قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام، مش كده؟ لما واحد يحنث في اليمين يصوم كم يوم؟ ثلاثة أيام. منين جاءت إيه؟ منين جاء التتابع ثلاث أيام وراء بعض؟ فإذا مثلا قلنا ثلاثة أيام متتابعات يبقى جعلنا إيه المطلق مثل إيه المقيد. يعني في آية جعلت الأمر كده رقبة دون أن إيه تقيد بأنها مؤمنة، وفي آية أخرى قيدت. فممكن في حاجة تانية عندي في الأصول أنه يحمل، هل يحمل المطلق على المقيد؟ يعني لما نسمع رقبة وخلاص نقول رقبة مؤمنة، يعني هل يحمل المطلق؟ القاعدة كده يحمل المطلق على المقيد ولا يحمل ولا العكس، لا يحمل المقيد على المطلق لأنه في قيد، لكن قالوا لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا كان في قيد واحد، أما إذا تعددت القيود فلا يجوز. فدي مسألة أخرى تبحث في الأصول. أو إجراء القطع غير القطع مجرى القطع أو الحكم، يعني له أمثلة كثيرة. كل ده بسبب ليه؟ بسبب ليه المادة. أما بسبب الصورة حاجتين: الخروج عن أحد الأشكال الأربعة أو انتفاء شرط من شروط الإنتاج. يلا شوف. وفي التعبير بالإكمال حسن الختام وهو أن يذكر شيئا يشعر بالإكمال والقضاء المقصود. يعني لما يقول هذا وترك شرط النشر من إكماله، كلمة عبر بكلمة إكمال
هذا يشعر بالإتمام. طبعاً احنا مرة ذكرت لكم إيه الفرق بين الإكمال وبين الإتمام، أو بين الكمال والتمام. ما هو؟ شوف، الكمال يتعلق بالأعداد، يعني لما يكون في عدد أقول لك كمل، يعني هات مثلا اديت لك 100 جنيه قلت لك روح فكها، فبتديني اديتني 10 20 30 40 50 لحد 90 ورحت أقول لك أكمل، فين باقي الحساب؟ يبقى إذن الكمال هذا يتعلق بالأعداد، ومنه قوله تعالى تلك 10 كاملة، خلاص 10 كاملة ولم يقل تامة، 10 كاملة. إنما التمام اليوم يوف آية واحدة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إذن قد يكون الشيء كاملا ولكنه ليس تاما. شوف كده، يبقى التمام ده يتعلق به بالهيئات تمام، والكمال يتعلق بالذوات. وذلك تجد مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان 30 يوما. ولذلك في الآية الكريمة يقول تعالى ولتكملوا العدة، ولم يقل تتموا، لأنه في أعداد. يبقى إذا كان في أعداد تأتي كلمة الكمال، أما إذا كان في هيئات يعني هي معنى ممكن أنت تديني 10 كاملة لكن لا تعطيها تامة. يعني مثلا لما تروح انت تشتري خبز عاوز 10 أرغفة، فإن أعطاك 10 عدد 1 2 3 يبقى هي كاملة ولا مش كاملة، لكن ممكن تكون غير مستوية أو غير نظيفة أو هيئتها هنا ليست تامة. فالتمام يتعلق بالهيئات، خلاص كده. يعني مثلا إتمام الشيء يعني البركة أو ما يكون من غير الذوات، الشيء اللي يجعله تاما غير منقوص. قال المصنف رحمه الله هذا تمام الغرض المقصود لأمهات المنطق المحمول. يعني هو كده كمل، وبعد كده رحمه هذا تمام، بعد الكمال يأتي التمام، اليوم أكملت الأول وأتممت تيجي بعدين، فيأتي التمام بعد الكمال. هذا تمام الغرض المقصود، صفة كاشفة لكلمة المقصود، أي هذا آخر التأليف الذي قصدناه من بيانية. هذا تمام الغرض مش كده، من في من مش كده، من المقصود، لا من الثانية اللي هي من أمهات، من أمهات بيانية أو تبعيضية. أمهات يعني قواعد المنطق المحمود، يعني الخالي عن شبه الفلك. ذكرنا في أول الدروس لما ابتدأنا قلنا أن المنطق على قسمين، منطق محمود يعني يحمد ويفيد في العلوم الشرعية ويستعمل في محاجة ومجادلة الخصوم، فهذا محمود. أما المنطق اللي هو مشهور بالفلسفة أو في كفريات أو ضلال أو يوصلنا إلى المغالطة أو إلى الاحتجاج بالباطل، فهذا مذموم. ولذلك هذا في أول الكتاب عند قوله والخلف في جواز الاشتغال به على على 3 أقسام. فابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي الإمام الغزالي ومن وفق ينبغي أن يعلمه، مش كده؟ فالقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. يبقى احنا كلنا بنخدم به، بنخدم بالمنطق العلوم الشرعية الدينية، والمنطق المشهور بالفلاسفة المسلمون أو علماء الأمة نقوا المنطق
ونظفوه. فأصبح الأمثلة والصياغة صياغة إسلامية، يعني ليس فيها مخالفة للعقيدة. صحيح المنطق في أصله يوناني ليس عربيا وليس إسلاميا، هو في الأصل، لكنه من العلوم العقلية، والعلوم العقلية بمثابة آلة يتوصل بها. والآلة إما أن تكون محمودة إن استعملناها في غرض محمود، وإما أن تكون مذمومة. إذن فما يتعرض به كثير من الناس لذم المنطق أو الكلام إنما للجانب السيء وليس للجانب المحمود. ولذلك قال من أمهات المنطق المحمود، يعني هذا الكتاب وكتاب إيساغوجي وكتب السنوسي أيضا في المنطق، كلها من الكتب المحمودة والقبيصي والحاشية العطار، كل هذه ألفها علماء من أئمة المسلمين الكبار، وهي خالية عن شبه ومغالطات وضلالات الفلاسفة. قد انتهى بحمد رب الفلك ما رمت من فن علم المنطق، انتهى متلبسا، يعني الباء هنا بحمدي، يعني وأنا متلبس ومصاحب ومقر ومعترف بحمده سبحانه وتعالى وشكره. رب الفلق، قل أعوذ برب الفلق أي رب الصبح، ما رمته أي قصدته من فن علم المنطق، إضافة العلم إلى المنطق من إضافة المسمى إلى الاسم، المسمى اللي هو العلم، والاسم هو المنطق، فأضاف المسمى إلى الاسم. وهذا البيت لوالد المصنف أمره بإدخاله فأدخله رجاء بركته، يعني قد انتهى بحمد رب الفلق، هذا ليس من نظم الشيخ عبد الرحمن وإنما من نظم والده، يعني والد الشيخ الأخضري. الشيخ الأخضري اسمه عبد الرحمن، والده اسمه الشيخ محمد الصغير، فهذا البيت من نظم والده هو الشيخ محمد. نظمه العبد الذليل المفتقر لرحمة المولى العظيم المقتدر، نظمه العبد الذليل المفتقر أبلغ من الفقير. ما هو الذي أبلغ من الفقير؟ يعني كان ممكن يقول العبد الذليل الفقير، ولكنه قال المفتقر، فكلمة المفتقر طبعا عندنا قاعدة اسمها زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني كلمة المفتقر أبلغ من الفقير، زي كلمة المقتدر أبلغ من القدير، لهذا قال تعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا، يعني كأنه مقتدر فيها التمكن. خلاص لرحمة أي إنعام المولى العظيم المقتدر أي التام القدرة، فهو أبلغ من القادر، يعني المقتدر أبلغ من القادر والمفتقر أبلغ من الفقير. الأخضري عابد الرحمن المرتجي من ربه المنان. الأخضري قال المؤلف في شرحه هو تعريف لنسبنا، يعني هو ينتسب أو نسبته بناء على ما اشتهر في ألسنة الناس، وليس كذلك، بل المتواتر من أسلافنا وأسلافهم أن نسبنا إلى العباس ابن مرداس، ولكن هذا على حسب ما اشتهر عند الناس، يعني الناس أطلقوا عليه هذا اللقب يقولون الأخضري، وعرف بهذا الانتساب، لكنه ليس منتسبا إلى هذه القبيلة أو إلى هذا الصنف من الناس، وإنما نسبه إلى مين؟ إلى العباس بن مرداس
عابد الرحمن هو لم يقل عبد، إنما جابها بالوصف عابد. كلمة عابد أبلغ من عبد، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة أو لضرورة النظم. يعني لو قال عبد الرحمن هتبقى إيه؟ هيتكسر الإيه؟ البيت. فقال عابد الرحمن إشارة إلى 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 أن اسم المصنف عبد الرحمن. إذن هو كل الناس تقول لك إيه؟ السلم المنورة للأخضري، ولكن لو سألته من هو الأخضري؟ من هو؟ لا يعرف. هو عبد الرحمن ابن خلد، يقول لك أنا أقرأ ألفية ابن مالك. من هو ابن مالك؟ لا يعرف. مرة واحد يقول لي أنا مذهبي أشعري، قلت له جميل، من هو الأشعري؟ قال أبو الحسن. قلت له هو اسمه علي، أبو الحسن هي كنيته، فلا يعرف اسم إمام المذهب، فكيف يكون أشعريا؟ في أشياء مهمة يعني ممكن تعرفها وتضبطها وهي مفيدة لك لأنها بسيطة. علي بن إسماعيل بن بشر اسم الإمام الأشعري، وكذلك الأخضر اسمه عبد الرحمن. الناس يقول لك رواه البخاري، تقول تعالى اسمه إيه؟ محمد ابن إسماعيل. أبو الإمام مسلم اسمه إيه؟ أبو الحجاج. ده مش اسمه أبو الحجاج كنيته، اسمه إيه؟ مسلم. يقول لهم الإمام مسلم اسمه إيه؟ مش عارفين هيكون اسمه إيه؟ كافر مسلم. يلا. المرتجي أي المؤمن، من ربه أي مالكه ومربيه، المنان أي مدعي. كلمة المرتجي الرجاء والأمل مترادفان، الرجاء والأمل. لكن ايه الفرق بين الرجاء وايه والتمني؟ شوف الرجاء معناه ايه؟ ان تطمع في شيء ممكن، يعني يبقى عندك رجاء تبقى وزير، تبقى عالم، تبقى غني، ولكن مع الاخذ بالاسباب يسمى ايه؟ رجاء. اما اذا لم يكن هناك اخذ بالاسباب يسمى ايه؟ تمني. كده؟ فإذا أردت شيئا وشرعت في الأخذ بالأسباب هذا رجع. ذلك يرجو الله، نرجو رحمته. إيه معنى نرجو؟ يعني نريد أن يرحمنا سبحانه، ولكن في هذا الأمر نصلي ونصوم ونأخذ بالأسباب التي تؤدي بنا إلى رحمة الله. أما إذا لم نصلي ولم نطع الله ونريد أن يرحمنا، هذا يسمى إيه؟ يسمى تمني. خلاص كده. يبقى هما ثلاث أشياء، في رجاء وفي طمع وفي إيه؟ في تمني. الرجاء هو تعلق القلب بشيء ممكن مع الأخذ بالأسباب. أما إذا لم تأخذ بالأسباب يبقى طمع. خلاص كده. وإن كان تعلق القلب بشيء لا يمكن حصوله أو مستحيل الحصول أو نادر الحصول يسمى تمني. زي ما قال بعضهم ألا ليت الشباب يعود يوما، أن هذا إيه؟ نادر أو لا يحصل، غير ممكن الحصول، فهذا يسمى تمني. فإن طمعت في شيء مع الأخذ بالأسباب هذا يسمى إيه؟ رجاء. أما إذا كان هذا الشيء بعيد لا يحصل أو مستحيل يسمى تمني. أما إذا لم تأخذ بالأسباب يسمى إيه؟ طمع. طيب ماذا قال سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلوات وأتم التسليم؟ ماذا قال؟ الذي خلقني فهو، والذي يميتني ثم يحيي، والذي وإذا مرضت فهو يشفيه، والذي أطمع أن يغفر لي. لماذا قال أطمع ولم يقل أرجو؟ نقول الطمع ده يعني تريد الشيء ولا تأخذ بالأسباب، الأسباب هي العمل. أما سيدنا إبراهيم مقام الخليل فأسقط أسبابه فلم يرها،
يعني لم يرى أسبابا وجعل عمله كعدمه، فقال أطمع، كأنه هو ليس معناه أنه متكاسل أو لا يعمل، ولكنه في درجة عالية فلم ينظر إلى عمله فاعتبره غير موجود، فعبر بكلمة الطمع، لأن الطمع معناه أن تريد الشيء ولا تأخذ بالأسباب، فكأنه قال ليس لي سبب وعملي هذا ساقط لا أعتبره، وهذا قمة العبودية، وليس معناها أنه أهمل العمل، ولذلك جاء بلفظ يناسب مقامه، فقال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ولم يقل أرجو، لأنه لو قال أرجو كأنه يقول يا رب أديني أنا بعمل وباخذ به بالأسباب وديني، يعني لا، لم يلتفت إلى هذا. من ربه أي مالكه ومربيه، المنان أي المنعم بجميع النعم أو المعدد للنعم. وأما النهي عن المنة فللمخلوق، وأما الخالق فيفعل ما يشاء. يعني الله يمن، لكن إحنا لا نمن، يعني المنان يعني المنعم بجميع النعم أو المعدد، يعني يعدد عليه، يقول أنعمت عليكم بكذا وكسوتكم وأغنيتكم وآويتكم ورزقتكم، هذا من؟ قال هذا من، ولكن الخالق يفعل ما يشاء. أما المن لا يجوز من المخلوق. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أما الخالق سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. المرتجي من ربه المنان مغفرة تحيط بالذنوب وتكشف الغطاء عن القلوب. مغفرة من الغفر، وهو الستر، والمراد عدم المؤاخذة. يعني ما المراد بالمغفرة؟ أن الله تعالى أحد أمرين، يا إما يمحو الذنب أو الذنب موجود، يعني مكتوب في صحيفتك، ولكن يمحو الله المؤاخذة، يعني لا تحاسب عليه. يبقى إما المراد عدم المؤاخذة، يعني مكتوب ولكن الله لا يحاسبك. تحيط تلك المغفرة بالذنوب، يعني إيه معنى تحيط؟ يعني لا تغفر بعض الذنوب دون بعض، ولكن تغفر الذنوب جميعا، هذا معنى تحيط. فإن الله رب كريم لا يخيب قاصده. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب. وتكشف تلك المغفرة الغطاء أو الغطاء عن القلوب، يعني تزيل حجب رين، كلا بل ران، رين الذنوب المحدقة بأنوار القلوب الحائلة بينها وبين علام الغيوب. يعني المغفرة حتفيدك في أمرين، أن الله لا يؤاخذك بالذنب، وأن الله لو لم يغفر لك لكان عدم المغفرة حجاب ظلمة على القلب، فإذا رفع الله عنك المؤاخذة كشف هذا الغطاء، يعني أزال الغين أو الرين الذي على القلوب، كما قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم. وأن يثيبنا بجنة العلا فإنه أكرم من تفضلا. وأن يثيبنا يعني يجازينا بجنة العلا، يعني بدخولها مع السابقين، فإنه سبحانه وتعالى أكرم من تفضل أنعم، وإنعامه تعالى على العباد تفضلا منه لا وجوبا عليه. وكن أخي للمبتدي مسامحا وكل إصلاح الفساد ناصحا، يعني كن المراد به الناظر في هذا الكتاب، يعني من يتعلم أو يدرس هذا الكتاب ناداه بلفظه الأخوة، لم يقل كن يا بني، إنما قال أخي، ناداه بالأخوة استعطافا له ليخفف الاعتراض واللوم ويلتمس له المعذرة. وخذ بالك لماذا استعمل كلمة أخي؟ لأنه ما زال أو في هذا الوقت كان صغيرا في السن، كان عند الإمام الأخضري 21 سنة عندما ألف هذا النظم، فلا
لا ينبغي أن يقول يعني كلمة زي مثلا ابني أو بني، وإنما عبر بكلمة أخي للمبتدئ، يعني هو الآخر في التعليم مسامحا. عندنا في العلم كم حاجة يا شيخ محمد، عندنا مبتدئ وعندنا إيه متوسط وعندنا إيه منتهي. طبعا احنا في أول كتابنا ذكرنا من هو في صفحة كام تعريف المبتدئ صفحة كم أي صفحة أقول لك 43 ممكن يكون المبتدئ ماشي. فصل قبل فصل، شفت كده المبتدئ هو ايه؟ من هو الذي اخذ في التعليم ولم يقدر على تصور المسائل، ده المبتدئ لسه في البداية، يعني بيتعلم بس ما عندوش قوة على تصور المسائل، خلاص ده مين ده؟ المبتدئ. بعدين المتوسط تعريفه ايه؟ عاوزين تعريف الذي أخذ في أول الدرس مع عدم قدرته على إيه؟ على تصور المسائل، يكون ده إيه؟ مبتدئ. والذي عنده قدرة على التصور يكون إيه؟ متوسط. وبعد كده المنتهي اللي هو يكون عنده قدرة على الاستدلال والتحليل ووصل إلى نهاية العلم. يلا يا شباب. أي كن مسامحا للمبتدئ غير معترض عليه، بل التمس له المعذرة أو أصلح ما ينبغي إصلاحه بأن تلحق بهامشه في الحال التي توهم الخطر فيها، كقولك لعل المراد كذا، إذ ربما يكون ما جعلته صوابا هو الخطأ، فلا يلجم ببادئ الرأي على التخطئة. هذا تواضع من المصنف حيث وصف نفسه بكونه مبتدئا ولم يأمن من وقوع الخطأ. وكل الإصلاح النام بمعنى الباء، أو في الفساد الذي يظهر لك ناصحا لا تأتي بعبارات فيها سوء أدب. يبقى وكن تاني كده العبارة كده. وكل إصلاح الفساد ناصحا. يبقى شوف هنا أول شيء قال وكن أخي للمبتدي مسامحة، وكل إصلاح الفساد ناصحا. فالمبتدئ هو الآخر في التعليم، يعني يكون مسامحا للمبتدئ غير معترض عليه، بل التمس له المعذرة، يعني تحمله، يعني حفظه يعني غير سليم، أو مثلا نطقه غير صحيح، أو فهمه صعب، فيعني اصبر عليه والتمس له المعذرة، ما زال في البداية، يعني ما تقيسش الناس كلها علماء زيك. فلما يجي واحد مثلا يخطئ وهو في البداية لا تسخر منه، بل عليك أن تشجعه وأن يعني يكون عندك بشارة له، لا يعني تصدمه أو مثلا تحزنه أو تقول له أنت غبي أنت لا تفهم أنت لا تصلح للعلم، هذا تجعله ينفق. أما قل له أنت يعني بسم الله ما شاء الله فهمك ثاقب وذهنك لامع، وهو العكس تماما، بس هذا ايه يعني من باب ايه يعني ان تفتح شهيته للعلم او تجعله يقبل، انه في اول مره يتعثر في المره الثانيه، لكن بعد ذلك ياتي منه. التمس له الايه المعذره واصلح ما ينبغي اصلاحه، فتحمله
بأن دبل بالعكس في القرآن الكريم الذي يصعب عليه الحفظ ويثقل عليه ويتعتع وهو عنده نية صادقة له أجران، لأنه يبذل مشقة كبيرة. فعليك أن تلاحظ هذا المعنى بأن تلحق بهامشه في الحال التي توهم الخطأ فيها، كقولك لعل المراد كذا، يعني حتى لما يجي يخطئ لا إيه لا تجابهه بالخطأ أو تعنفه، بل قل له انتبه لعلك تريد كذا، فهو إيه يفهم. يعني مثلا سألت عن حكم شيء فقال لك هذا إيه مندوب أو واجب وهو إيه فرض، فأنت تقول له لعلك تقصد فرض، نعم انتبه، لكن لا تقول له من قال إنه مندوب، هذا خطأ، هذا جهل، هذا غباء، لا، قل له لعلك إيه تقصد كذا ولكنك لم تتذكر، يعني هاتها له بالأدب، يعني لا تبين له أنه أخطأ، بل كأنه يعني زل لسانه أو يعني نسي حاجة زي كذا، يعني التمس له هذا أو عبارة كذا دون أن يقصدها، كقولك لعل المراد كذا، إذ ربما يكون ما جعلته صوابا هو الخطأ، فلا يهجم ببادئ الرأي على التخطئة، يعني لا تتسرع في إيه في التخطئة، لربما تكون أنت المخطئ فتكون مشكلة كبيرة، يعني عليك أن تتبين وأن تتريث وأن تكون حذرا ولا تسرع بالتخطئة، اصبر لعله يتذكر فيعود مرة أخرى. وهذا أسلوب تربوي عظيم لا يوجد عند غير علماء المسلمين، أننا لا نسارع بالتخطئة ونلتمس العذر خاصة لمن هو في طريق البدء. أما إذا كان رجل مثلا يريد أن يحصل على الدكتوراه، لا، هذا نحاسبه حساب الملكين، إنما لسه. وهذا تواضع من المصنف لأنه جعل نفسه من المبتدئين ولم يأمن وقوع الخطأ. وكل إصلاح اللام بمعنى الباء أو في الفساد، يعني إما تكون بمعنى الباء أو بمعنى في، الذي يظهر لك ناصحا لا تأتي بعبارات فيها سوء أدب، يعني انصح كما تحب ولكن عليك بالعبارات الحسنة الجميلة، وأصلح الفساد بالتأمل وإن بديهة فلا تبدل، إذ قيل كم مزيف صحيح لأجل كون فهمه قبيحا. وأصلح الفساد بالتأمل، هذا إذن من المصنف لمن رأى خللا أن يصلحه بعد التأمل. ولذلك في بعض العلماء زي الإمام الباجوري ومن قاموا بشرح هذا النظم اعترضوا على المصنف وصححوا له بعض الأمور، زي مسألة اللي ككل ذاك ليس ذا وقوع اللي في مسألة الكل والكلية، وصححوا له أيضا لما قال وفي دلالة المقدمات على النتيجة، والأول المؤيد، ولكن الأول والمؤيد هو رأي الجمهور اللي هو الثاني، فيمكن أن نفعل هذا، لكن مع احترامنا له وتقديرنا واعترافنا به بمكانته العلمية، هو أزن في ذلك. بيقول لمن رأى خللا أن يصلحه بعد التأمل وإمعان النظر لمن يكون أهلا لذا، وإن بديهة أي وإن كان الإصلاح ذا بداهة لبادئ الرأي فلا تبدل ولا تأتي بما يدل على أن الصواب خلاف ما ذكر، إذ قيل لأنه قيل كم هنا خبرية مبتدأ مضافة إلى مزيف قولا صحيحا، أي كم شخص جاعل الصحيح مزيفا، أي يعني في ناس عندها حقد
وليس عنده تقدير لأهل العلم، فيزيف أقوالهم ويعيب الأقوال وهي صحيحة لأجل أنه يفهمها خطأ. وكم عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، فابتعد عن هذا. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وقل لمن لم ينتصف لمقصدي: العذر حق واجب للمبتدئ. يعني هو تواضع جدا وجعل نفسه من المبتدئين، ولبني 21 سنة. يعني قل لمن لم ينتصف لمقصدي بلا مين: العذر حق واجب للمبتدئ، ولبني 21 سنة معذرة، أي عذر مقبول، مقبولة مستحسنة، لكون هذا السن يقل فهم من فيه العلم، يقل فهم من فيه العلم. يعني هذا سن صغير، يعني لم ينضج بعد، ثم فتح الله هذا الفتوح العظيم، فلا مانع أن يكون هناك خلل أو شيء بحكم أنه عنده 21 سنة. ثم قال: لا سيما في عاشر القرون في الجهل والفساد والفتون، أي لا سيما مثل هذا الشخص الذي هو في عاشر القرون. وفي القرون أقوال، أشهرها يعني القرن ذا 100 سنة، فهذا القرن ينبغي أن يعذر فيه الشخص أكثر مما كان قبله. يعني القرن 100 سنة، وقيل القرن 120، وقيل 80 أقوال. يعني ذي الجهل، وهو انتفاء العلم بالمقصود، أي صاحب الجهل لكثرة جهل أهله بسبب تأخر الزمان وتتابع الفتن التي لم تكن في العصور الخالية. يعني يقول هذا هو في القرن العاشر، يعني سنة كام؟ 941. فما بالكم لو عاش إلى أيامنا هذه، ماذا يقول؟ وكان في أوائل المحرم، يعني في أوائل شهر الله الحرام، تأليف هذا الرجز أو هذا النظم سنة 941 في شهر المحرم أو في شهر الله الحرام. خلاص. وهذا رجز، يعني ده مستفعل 6 مرات. كيف تعرف أنه من الرجز؟ وزنه كده مستفعل 6 مرات، يبقى إيه؟ من الرجز، زي البردة بتاعت الإمام البصيري. من الإيه؟ من الرجز ولا من البسيط؟ البردة بسيط. إيه الرجز؟ زي إيه؟ الفيت ابن مالك رجز. بالتنوين 41 من بعد 49 من الهجرة النبوية. ثم الصلاة والسلام سرمدا على رسول الله خير من هدى، وآله وصحبه الثقات السالكين سبل النجاة. ثم الصلاة والسلام تقدم معناهما في أول الكتاب. سرمدا يعني دائما. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، يعني دائما، يعني بليل دائم، ما فيش نهار، أو نهار دائم لا ليل، على رسول الله خير من هدى، أي دل الخلق على طريق الحق. وآله وصحبه تقدم معناهما أيضا في أول الكتاب. الثقات جمع ثقة، بمعنى الموثوق به الذي لا يشك في أخباره، والصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنه. فيه آراء في عدالة الصحابة، طبعا مذهب الجمهور، جمهور الأمة، أن الصحابة كلهم عدول، ولا ينتقص أحدا منهم إلا زنديق. وفي رأي ثاني أن الصحابة كلهم عدول إلى حين مقتل عثمان، ثم بعد ذلك يبحث في في العدالة. في رأي آخر الصحابة كلهم عدول إلا من قاتل مين؟ سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. يعني في 4 أقوال في عدالة الصحابة، لكن الذي عليه الجمهور أن الصحابة كلهم عدول، والعدالة من حيث الرواية. خلاص.
وليس في العدالة معناها العصمة أنه لا يقع منهم خطأ. العدالة دي من حيث ليه؟ ومعروف الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا ولا علم. السالكين وآله وصحبه والسالكين سبل يعني طرق النجاة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا التي هي سبب لنجاة سالكها، وهي طريق النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته التي لا يزيغ عنها إلا هلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هلك، ما قطعت شمس النهار أبرجا وطلع البدر المنير. هذه عبارة معناها على أن الصلاة على النبي وعلى الصحابة والآل البيت دائمة، يعني مستمرة لا تنقطع. ما قطعت شمس النهار يعني مدة قطع شمس النهار أبرجا، يعني الشمس بسيرها، وليس المراد مدة معينة بل الغرض التعميم في جميع الأوقات، يعني كل الأوقات، بأن تكون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وآله تعم جميع الزمان على طريق الكناية كما هو عادة العرب. وقد تلف في المراد بالبروج، وطلع البدر المنير في الدجى، ما قطعت شمس النهار أبرجا. البروج في قوله تعالى: لقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها، على أقوال أحسنها ما قاله ابن عطية من أن المراد بها قصور في السماء، وقال مجاهد المراد النجوم العظام، وقال أبو إسحاق النجوم السبعة هي الكواكب السيارة. اختلفوا في معنى البروج، وكل ما جاء في القرآن من كلمة البروج والسماء ذات البروج كده، ولقد جعلنا في السماء بروجا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا، كل ما جاء في القرآن من كلمة البروج فمعناه الكواكب، إلا في آية واحدة فمعناها القصور، كما قال تعالى: إنما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالبروج هنا معناها ليه؟ ولذلك هنا بيقول لك إيه ما قاله ابن عطية أن المراد بها قصور في السماء. يبقى من معاني كلمة البروج زي الآن يقول لك ساكن في برج، هل في برج يعني في كوكب، ولا البروج اللي هي القصور؟ حتى هذا المعنى نستعمله الآن، يقول لك ده في أبراج في مثلا التجمع في برج، عارف الأبراج اللي هي المساكن العالية. فيريد أن يقول لك الصلاة تكون دائمة، يعني كل ما تقطع الشمس برج من البروج وتنتقل إلى غيره وهكذا، يعني الأمر مستمر، وكذلك طلوع البدر المنير في الدجى، فهذا أيضا في الظلام، فهذا أيضا مستمر إلى أن يشاء الله. وكلمة أبرج غير بروج، بروج جمع كثرة، وأبرج جمع قلة، أريد منه الكثرة، لأن البروج التي في السماء 12 برجا، يعني الحمل، الثور، الجوزاء، السرطان، الأسد، السنبلة، الميزان، العقرب، القوس، الجدي، الدلو، الحوت، هذه هي أسماء له المجموعة اللي فيها له البروج. وتقطع الشمس الفلك في سنة، وتقطع كل يوم درجة، وتقيم في كل برج 30 يوما. اضرب هتلقاها مدة طويلة لما تقطع البروج فيها. وطلع وما طلع البدر، أي مدة طلوع البدر يعني القمر المنير في الدجى، يعني المراد بالبدر اللي هو القمر في ليلة التمام. ويقطع الفلك في كل شهر، ويقيم في كل برج ليلتين وثلثا، يعني ليلتين وثلث الليلة، فسبحان مكون الأكوان، والحمد لله رب العالمين. وبهذا قد تم
شرح هذا الكتاب، ونسأل الله تعالى أن ينفع من حضر في هذه الدروس بهذا الكتاب، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفع أيضا من قرأه ومن درسه ومن خدم هذا الكتاب إن شاء الله، وكذلك غير هذا الكتاب من كتب العلم النافعة من عمل على نشرها أو إقرائها أو يعني خدمتها أو شرح الغامض منها أو نفع بها الطلاب. فنسأل الله تعالى أن يجازي عنا مشايخنا خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونسأل الله تعالى لطلبة العلم كل خير وتوفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل دراستكم للعلم خالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى، وأن يبوئكم في الآخرة مبوأ صدق، وأن يرزقكم معية الصالحين. وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل أفضل صلاة.